مالك اتحولت كده ليه؟ اتحولت ايه دي؟ لسه الليله ما بدأتش. يا ليلى سودة زي ما انتوا لفي لي بقى الاثنين دول كده بالملايات وهاتهم لي. والله العظيم انا ما اعرف انا فين. والله كنت جايه كده في وسطهم فرحي ما اعرفش انا فين ولا اعرف مين ده. ممكن بس البس هدومي، انا راجل مركزي مهم، ارجوك انا عندي ولاد. هات لي ابو مركز مهم والعروسه دي وتعالى. قوم انا قومي قومي يلا قومي العروسه قومي معاه. والله بقى قومي قومي يلا 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 بعد ما دخل في عداوة مع الباشا الكبير. باشا؟ باشا مين؟ الراجل اللي حمينا ومأمننا. عرب دخل في عداوة معاه طاهر باشا، والراجل صاحبه راجل تقيل قوي. طاهر باشا نفسه بيعمل له ألف حساب، وأنا حبيت ألم الدور. قلت له عرب أنت بحكمي اعتبر الراجل ده زي أبوك، هيضربك ألم وخلصنا. لا، نشف دماغه. والراجل خدها على صدره وناويله قاطع ايده ان شاء الله كان يتشل قبل ما يمد ايده على عرب. اتهبل في مخه ده ولا اتهبل؟ وبعدين انت ازاي يا حاج ترضى بحاجه زي دي؟ ينفع؟ على فكره بقى انا هروح اراضي الواد عرب وهرجعه الشغل بنفسي. انت لا تروحي ولا هتيجي يا صباح الله، وما تطلعيش ضربيني بقى. الراجل ده ابنه هيتقدم لهنغام.